مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير حلى الفريرة روشيه بالصينيه. عن جد بتمنى طريقه تعجبكم وبنصحكم صراحه تجربوها، ما بتندموا اكيد، ما رح تندموا. وهيدي لاول مره بتنعمل هيدي الحلو على اليوتيوب، فيديو كتير جديد وحديث، اروع من هيك حلو ما بعتقد فيه. طريقة كتير كتير طيبة واروع من الروعة. واو ما شاء الله بهيدا الشكل الرائع، كتير طيبة. شايفين منا منظر قد ما قلكن شو طيبة، ما رح تصدقوني لتجربوها. شايفين طبقة من الويفر والنوتيلا واخر شي الجناش بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي عنا بندق محمص، نوتيلا، بسكوت الويفر، انا ناعمهم منيح لهولي، كسرهم بهيدا الشكل قد ما فيني، بدي ناعمهم. بعد ما نعمتهم بهيدي الطريقة هلأ بدي احط فوق النوتيلا. حطيت ملعتين طعم نوتيلا، اذا بدي بزيد. هلأ بعجنهم مع بعض. بس عجنتهم بهذا الشكل، هلا بدي مدهم بصينيه. حلو عن جد، كتير كتير طيبه، ولاول مره هيدي الحلو بتنزل على اليوتيوب. هلا عشان اضغطهم منيح شو بعمل؟ بالكيس بهيدي الطريقه بكبس عليهم. شايفين كيف هيك بتنضغط اكثر العجين. بعد ما عملتهم بهيدا الشكل هلا بدي احط نوتيلا. كمان بحط 3 معالق طعام نوتيلا. مدوا نفس المستوى. هيدي كتير كتير طيبة، هيدي الحلو لعشاق الشوكولا، اللي بحبوا كتير الشوكولا بتعجبهم هيدي. بعد ما وزعت النوتيلا بهيدا الشكل هلا بدي احط بندق بهيدي الطريقة. فينا نرشهم اسهل لنا كمان. بحاول قد ما فيني وزعهم. بندق هلا شو بعمل؟ ملعقة صغيرة بكبسهم بالنوتيلا، شي بسيط. شايفين كيف؟ بهيدي الطريقة بينزلوا بالنوتيلا.
بعد ما حطيناهم بالنوتيلا للبندق بهيدا الشكل، هلا بحطها بالبراد اقل شيء ساعتين ليجمد منيح النوتيلا والطبقه اللي تحت. بعد ما جمدت عنا النوتيلا بهيدا الشكل، عنا هون 150 جرام شوكولا، ملعقه صغيره زبده، وثلاث معالق طعام حليب. والبندق اللي عندي نعمته بهيدا الشكل، شيء بسيط. هلا بدي ذوب الشوكولا. بس دب الشوكولا بهيدا الشكل. هلا بدي احط بندق. حطيت 4 معالق طعام صغار بندق، بحركهم مع بعض. هلا بوزعهم على الصينية. بنوزعهم بسرعة قد ما فينا عشان ما يجمد الشوكولا. جد حلو حلو كتير كتير، روعة وفخامة فخامة على الحل. هيدا الحلو بس مدت الشوكولا بهيدا الشكل. هلأ بحطها حوالي 10 دقايق بالبراد. هذه الفريرة روشيل اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.